بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم وشيخنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. حياكم الله شيخ عبد الكريم، وأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقات التي يتفضل فيها شيخنا بشرح مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ووصلنا مع شيخنا الكريم في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، إلى حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، الذي الآن ربما الشيخ يشرح آخره، ونحن تقريبا في الطرف السابع من أطراف هذا الحديث، حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. أقرأ الحديث ثم يبدأ الشيخ في شرحه. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، فغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، ففي خاتمة الحلقة السابقة ذكرنا أن ابن المنير استنبط من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة، وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد، وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثا، لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثا. التجديد موضوع إجزاء غسل الجمعة بيناه في الحلقة السابقة، وأما التجديد فهو ينوي تجديد الوضوء عند الوضوء مع أنه محدث، يعني المفترض أن ينوي رفع الحدث، لكنه لم يذكر، عزب عن باله أو نسي أنه محدث فجدد الوضوء فأجزأه عن الوضوء عن حدث. والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة، وإجزاء ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده، وهي دعوة مردودة. قال هنا ابن حجر. نعم، تم كلام ابن حجر. وهي دعوة مردودة لأن ذلك يختلف باختلاف النية، فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته، فضيلة الوضوء، ثم غسله وإلا فلا. شغول يقول لما غسل توضأ هذا الوضوء المسنون. نعم، الجمع بين الوضوء والغسل، الغسل كافي والوضوء سنة، وهذا محل استنباط واستشكال ابن بطال. قال: واستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة، وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده، يعني ما أعيد غسلها، وهي دعوة مردودة لأن ذلك يختلف باختلاف النية، فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته تم غسله وإلا فلا. ولا بد أن ينوي أن الوضوء الذي قدمه جزء من الغسل، فلا يكون سنة حينئذ. تم غسله وإلا فلا يصح البناء المذكور، والله أعلم، لأن البناء المذكور على أساس أن الوضوء سنة. ومستقل عن الغسل. وفي عمدة القاري وقال بعضهم، ويقصد ابن حجر
وقال بعضهم في كلام ابن المنير كلفة، وفي كلام ابن التين نظر، لأن هذه القصة غير تلك القصة، لأن هذه القصة غير تلك القصة. وقال في كلام الكرماني من لازم هذا التقدير أن الحدث أن الحديث غير مطابق للترجمة، من لازم هذا التقدير تقدير الكرماني الذي تقدم أن الحديث غير مطابق للترجمة. ثم قال هذا القائل يعني ابن حجر: والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله ثم غسل جسده على المجاز، أي ما بقي، ودليل ذلك قوله فغسل رجليه، إذ لو كان قوله غسل جسده محمولا على عمومه لم يحتج لغسل رجليه ثانيا، لأن غسلهما دخل في العموم، وهذا أشبه بتصرفات البخاري، إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. قلت العيني القائل العيني: ما ثم في هذا الذي ذكره المذكور، ما في هذا الذي ما ثم في هذا الذي ذكره المذكورون ابن المنير ومن معه أكثر كلفة من كلام هذا القائل يعني ابن حجر، لأنه تصرف في كلامهم من غير تحقيق، وأبعد من هذا دعواه أن البخاري حمل اللفظ لفظ الجسد على المجاز، فلا يعلم هو أن المجاز لا يصار إليه إلا بعد تعذر الحقيقة أو لنكتة أخرى، وأي ضرورة هنا إلى المجاز؟ ومن قال أن البخاري قصد هذا، وأبعد من ذلك أنه علل ما ادعاه بغسل النبي صلى الله عليه وسلم رجليه ثانيا، وما ذلك إلا لكون رجليه في مستنقع الماء. وحاصل الكلام أن كلام ابن المنير أقرب في وجه المطابقة، في وجه مطابقة الحديث للترجمة. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض بيده سقط، جعل ينفض الماء بيده سقط لفظ الماء من غير رواية أبي ذر وللأصيل، فجعل ينفض بيده. وتقدمت بقية المباحث. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض بيده. فاعل قالت ميمونة، ووقع في رواية الأصيل قالت عائشة، وقع في رواية الأصيل قالت عائشة، وفي رواية ميمونة يقول قالت يعني عائشة، نعم، وهو غلط ظاهر. وراوي الحديث يوسف بن عيسى، يقول الإمام البخاري حدثنا يوسف بن عيسى بن يعقوب المروزي والفضل بن موسى أبو عبد الله السناني، وبقيتهم تقدموا، بقيتهم تقدموا. والموضع الثامن من مواضع التخريج، تخريج الإمام البخاري لهذا الحديث، في الكتاب نفسه، في كتاب الغسل، باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة أم المؤمنين: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصببت على يديه فغسلهما، وصببت على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى
فغسل قدميه فناولت ثوبا فلم يأخذه وانطلق وهو ينفض يديه. قال ابن حجر: قوله باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة كذا لأبي ذر وكريمة وللباقين من غسل الجنابة بدل من الغسل عن الجنابة. وقال العيني: أي هذا باب في بيان حكم نفض اليدين من غسل الجنابة، وكلمة من الأولى متعلقة بالنفض والثانية بالغسل، ومثله في الكرماني، يعني أن العين نقله من الكرماني. والمناسبة بين الأبواب ظاهرة لأن كلها في أحكام الغسل، ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة ظاهرة، لأن الحديث فيه ثم ضع ينفض يديه ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. فإن قلت ما فائدة هذه الترجمة من حيث الفقه، يقول: هل فيها مزيد حكم يستفيده القارئ؟ فإن قلت ما فائدة هذه الترجمة من حيث الفقه، قلت: الإشارة بها إلى أن لا يتخيل أن مثل هذا الفعل اطراح لأثر العبادة ونفض له، فبين أن هذا جائز. يعني جاء في الحديث: من توضأ وأسبق الوضوء خرجت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فكون الماء يترك حتى يتقاطر لتخرج الذنوب معه، هذا مقصد شرعي، وجاء بيان فضله. النفض نعم تقليل لهذا الأثر. نعم، قلت: الإشارة بها إلى أن لا يتخيل أن مثل هذا الفعل اطراح لأثر العبادة ونفض له، فبين أن هذا جائز. ونبه أيضا على رد قول من زعم أن تركه للثوب من قبيل إيثار إبقاء آثار العبادة عليه، وليس كذلك، وإنما تركه خوفا من الدخول في أحوال المترفين المتكبرين. الآن مع تيسر الأمور والماء أمامك بطريقة سهلة وميسورة، ودرجة حرارته في الصيف والشتاء مريحة، والمناديل أمامك، يعني يمينك وشمالك بكثرة، ما في شيء يشق. نعم، فهل استعمال هذه المناديل أولى أو تركها أولى؟ من يتخيل أن هذا اطراح للعبادة وأن ترك الماء يتقاطر إلى آخره تخرج معه آثار الذنوب؟ هذا مأجور على هذا التصور. لكن من تمندل؟ فذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمندل. والحاجة أو الواقع الذي يعيشه الإنسان هو الذي يرجح. فإن كان لا داعي للتمندل فهو الأصل، وإن كان له داعي من برد شديد أو ما أشبه ذلك، أو معه أشياء لا يريد أن تصيبها شيء من الرطوبة أو شيء، فله ذلك. والوضوء والغسل في هذا السيان أو يختلف شيء؟ الوضوء والغسل لا شك أن الغسل أحوج للتمندل من الوضوء، وذلك يخضع لظروف المناخ. وفي شرح ابن بطال قال المهلب: ويمكن أن يريد بترك المنديل إبقاء بركة بلل الماء والتواضع لله تعالى، أو لشيء رآه في المنديل، شيء رآه في المنديل من حرير، كان منديل حرير وهو محرم على ذكور الأمة، أو وسخ ما
أعجبه كرهه أو لاستعجال كان به والله أعلم. وقد روى ابن وهب عن زيد بن الحباب عن أبي عن أبي معاذ عن أبي معاذ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء وهذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي وابن عدي وابن شاهين، وفي إسناده أبو معاذ سليمان بن أرقم متروك، والذي يحكم عليه بأنه متروك ضعفه شديد، لا يقبل الانجبار وما دام مرويا في البيهقي وابن عدي فهو مظنة الضعيف. يقول الناظم ما نمي لعق العقيلي وعد ابن عدي وخط الخطيب البغدادي وكر ابن عساكر ومسند الفردوس ضعفه شهر. هذه مظان للضعيف، يعني لو ما رواه إلا ابن عدي كان ضعيف على طول، لأنه مضدة الضعيف، لأن كتابه الكامل في الضعفاء. وما نمي لعق وعد وخط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر، لسيما أن في إسناده أبو معاذ سليمان بن أرقم، ومنزلته عند أهل العلم متروك، متروك شديد الضعف لا يقبل من جبار والله أعلم. إذن بهذا نصل أحبتنا الكرام إلى ختم هذه الحلقة التي نتقدم فيها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فجزاه الله خيرا ونفع الله به ومد الله في عمره على طاعة. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا، حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.